السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب 201، الله يعطيكم العافية. الآن مع فيديو جديد رقم 4 بعنوان The Area of a Service of Revolution. بداية رح نعطي فكرة عن هذا السكشن. بداية أنه عندنا في عندنا curve C in the upper half plane، هذا أول جزء upper half plane. الجزء الثاني the curve can meet x-axis but only in a finite number of points. finite number يعني 5 نقاط 10 نقاط، يعني دائما upper half وممكن يقطع محور السينات بس عدد النقاط finite، ما بيروح للمال نهائي، فخمسة عشرة إلى آخره. أيضا C is parameterized by a pair continuously of continuously differentiable functions x equals x of t, y equals y of t, وt تنتمي ل AB. أيضا C is simple. Also furthermore we will assume C is simple. No two values of t between A and B give rise to the same point of C. That is the curve does not intersect itself as shown in the following figure. ما هو الفيجر؟ هو هذا الشكل. لاحظ الcurve upper half بمستش x axis ممكن يكون على finite number بتبعش نفسه، يعني بيرجعش مرة أخرى لنفسه عند نفس النقطة، يعني زمنيا مختلفين بيمر بنفس النقطة. الآن طبعا ال x of t وال y of t differentiable، لذلك هذا بيكون ال function curve أيضا differentiable كل مرة في مماسات، أوكي عند كل نقطة. لذلك القاعدة الآن بدنا نشتغل فيها كالتالي، إنه هذا المنحنى x of t y of t، لاحظ عند كل زمن t في عندي قيمة ل x قيمة y، بعدين بمشي من الفترة على الفترة a و b بهذا الشكل. لنفترض إنه دار حول x axis، أوكي راح يعطيني مجسم له مساحة جانبية، هذا بنسميه service area of revolution المجسم، يعني تقريبا هذا الشكل اللي إذا أنا هذا شكل عشوائي، لكن تحديدا لو بدي يدور راح يكون شكله زي الصحن، اوكي واحنا بنحكي عن المساحه الجانبيه للصحن. ماشي، اذا هون نكمل. If we revolve C about the x axis C in the next figure، فالنكست فيجر اللي هي السلايد اللي بعده هي طلع دار، فصار عندي زي قلنا اشبه بصح. الآن له مساحة جانبية، كيف نحسب مساحة الجانبية؟ وهذا الهدف من الفيديو أو المحاضرة اليوم. We obtain a surface of revolution. The area of that surface is given by the following formula. A تساوي تكامل من A إلى B 2 pi y of t تحت الجذر x prime t square plus y prime t square dt. هاي قاعدة نحفظها، القاعدة الأولى. القاعدة الأولى. طبعا الكيرف ممكن يكون اشكال ثانيه كمان، نحن بنعرف انه البولر كيرف هو ممكن يكون بحد ذاته بارامترايزيشن. الفانكشن العادي اللي مر معنا زي مثله 101 كمان هو بنقدر نعمل له بارامترايزيشن. فهي الحاله الاولى العامه. في حالات خاصه اللي هي other cases انه يكون عندي واي يساوي اف اوف اكس والاكس تنتمي ل فعليا. لاحظ الصيغه الاولى هي الصيغه العامه، يعني اللي حفظ هذه ممكن يستنتج بسهوله باقي الاشياء. ليه؟ لانه هون ممكن تعمل بارامترايزيشن x of t تساوي t y of t تساوي f of t وال t تنتمي ل a b، برجع نفس العلاقه 2 باي y of t اللي هي f of t جذر التربيعي ل x برايم تربيع اللي هي 1 زائد y برايم t تربيع اللي هي نفسها f برايم ل t سكوير dt، او بصيغه x بدلاله x a تساوي integration from a to b to pi f of x squared 1 plus f prime of x squared dx. الحالة الثالثة أن يكون polar curve r تساوي p of theta theta belongs to alpha beta. طبعا نعرف parameterizations مرة تضرب كوساين مرة تضرب ساين، فلو تبسطها راح يطلع معك هاي العلاقة. الاريا surface area of revolution تكامل من الفا إلى بيتا 2 pi rho of theta phi of theta squared rho of theta square plus rho prime of theta square d theta. إذا حتى هذه اللحظة في الفيديو حكينا شو يعني service area of revolution وشو هي قواعده. الآن نبدأ بالتطبيق عليه.
الفكرة لاحظ هي نحكي عن تكامل. بس الآن بدك تتذكر كيف كنت تكامل سواء في 101 أو 102. فهنا مثال: find the area of the surface generated by revolving the curve about the x-axis. في فروع: الفرع الأول 1 تساوي x في t تساوي 2 كوساين t، y في t تساوي 2 ساين t، وt تنتمي للصفر وباي. اللي بيركز على هذا الشكل we know that we deal with half of a circle in the upper half. لما كنا نكتبها بدلالة هذا الشكل نكتب بدلالة x y، هذه كانت upper half of the circle، نصف قطرها 2. لاحظ يعني هيك بيكون شكله. طيب تخيل لو دارت حول x axis، كل واحد يغمض عينه يتخيل شو راح يكون الشكل. واضح انه الشكل راح يكون عبارة عن كرة، واحنا الآن نحكي عن مساحة الكرة. مساحة الكرة بنعرفها سابقا واحنا صغار، هي 4 باي في نصف القطر تربيع. نصف القطر هون 2، 4 باي في 2 تربيع 4 اللي هي 16 باي. فلاحظ احنا الجواب لانه تخيلين الشكل، لاحظ هذا السؤال مهم بعلمنا شو يعني سيرفيس اريا ريفولوشن. نتخيله عباره عن كره، مساحه الكره بنعرفها. الان نستخدم القانون الجديد نتاكد هل راح يطلع الجواب نفسه ولا لا. المفروض طبعا نفسه. فبنحكي الاريا القاعده بنطبق عليها integration from a to b to pi y of t squared x prime of t squared plus y prime of t squared dt. لاحظ عندي x of t 2 cosine t، فالx prime سالب 2 sin t، y of t 2 sin t، y prime 2 cosine t. اوكي، بعد ذلك عندي integration from 0 to pi 2 pi. طبعا من مرة بقول لك كيف عرفت النص دائرة، انت تمام اللي كان يتابع اول باول بيعرف انه هي نص دائرة بدأت من هون صورة الصفر مثلا هي 2 وصفر هون، صورة الباي على 2 حتكون هون صفر واثنين وهكذا، وكان المسار عكس عقارب الساعة. فاحنا اخذنا الجزء العلوي لان 2 باي واي في تي 2 ساين تي تحت الجذر 4 ساين اللي هي سالب 2 ساين تي الكل تربيع اللي هي 4 ساين تربيع تي، واي برايم سكوير اللي 2 كوساين تي الكل تربيع اللي هي 4 كوساين تي تربيع. لما تبسطها لاحظ 4 ساين تربيع صار تكامل عادي، زائد 4 كوساين تربيع هي تاخذ 4 عامل مشترك، ساين تربيع زائد كوساين تربيع تساوي 1. فهذا يتضمن 4 تحت الجذر اللي هي 2، 2 في 2 في 2 اللي هي 8. طبعا هون نسيت المفروض تكون باي، هون في 8 باي ساين في دي تي. لما تكاملها تكامل ساين سالب كوساين بتبسطها حيكون معك الجواب 16 باي كما هو متوقع. مثال اخر رقم 2: f of x equal squared x will x belongs to 1 to 4. طبعا الجذر التربيعي x لاحظ انا بالشاشة بالربع الاول وهيك الشكل الان دار حول x. القاعدة نطبق عليها القاعدة رقم 2: a تساوي integration from a to b to pi f of x squared 1 plus f prime of x squared dx. f of x equal جذر squared x، ف f prime of x equals 1 over 2 squared x. Hence area نطبق integration from 1 to 4 to pi f of x squared x تحت الجذر 1 plus 1 على 2 جذر x الكل تربيع. لاحظ 2 pi جذر x 1 زائد هذه لما تربحها بصير 4 جذر x تربيع اللي هي x، فصارت 1 على 4 x. لاحظ الجذر التربيعي، في الجذر التربيعي نقدر نضمهم مع بعضهم مثل ما عملنا هون x في 1 زائد 1 على 4 x، بعد ذلك دخل جوا فراح يصير عندك تكامل. لاحظ x زائد ربع اللي هي تحت الجذر اللي هي عباره عن تكامل 1 على 4 x زائد ربع الكل قوه نص. هاي ايش تكاملها؟ طبعا نسينا مره ثانيه بننسى الباي، بننسى الباي. هنا في عندنا 2 باي، هلا صلحوها هذه اللي هون 2 باي وقبليها بعديها 2 باي، فبيطلع الجواب هيك بالنهايه. اذا لاحظ في هون ميسنج، فانت وانت تكتب بايدك راح تلاحظ هذا الاشياء الميسنج، لكن هون الحل صحيح يعني مش ناسي 2 باي بالطبع. اوكي، اذا لاحظ الاليه الان
أصبح التكامل بدك تكون عارف كيف تتعامل مع التكامل. هاي رسالة لأي طالب فينا إنه يراجع الأشياء السابقة، إذا في إشي تكامل ما تعرفه تذكر كيف كنت تتكامل سابقا. مثال آخر f x تساوي exponential x x belongs to 0 1، نعمل له homework بسيط، ممكن نعمل نناقشه في الجزء الثاني من المحاضرة في اليوم. مثال آخر وننتبه عليه منيح، y square minus 2 ln y equals f of r 4 x from y to 1 to equals 1 to y equals 4. لاحظ التعامل كثير معه سهل صعب، خصوصا انك تكتب y بدلالة x. بس لاحظ هنا في شغلة ذكية انك تقدر تعمل parameterization، يعني لاحظ x تقدر تكتبها بدلالة y. هون لاحظ الحركة من y from y تساوي equals 1 to y equals 4، نقدر نتعامل مع y انها بدلالة t. فايش نعملها؟ لاحظ we can represent the curve parametrically as follows: x of t equals، لاحظ لما تقسم هون لربع t square minus 2 over 4 اللي هي 1 half ln t، والy of t equals t. لما نحكي y from 1 to 4 معناته t تنتمي ل 1 و 4. فلاحظ هون صار عندنا زي الحالة الأولى، زي الحالة الأولى بسطنا الشكل، عملنا له parameterization بسيط. فالآن القاعدة 2 pi y integration from a to b لعندنا 1 4 2 pi y of t ل 2 pi t squared x prime of t squared plus y prime of t squared dt. فبنحتاج نحسب x prime هياتها نص t ناقص نص مشتقة لن t اللي هي 1 على t. اوكي، فصارت 1 على 2 t، مشتقة t 1. هلا من كامل منطبق من 1 ل 4 2 باي تي تحت الجذر اللي اكس برايم سكوير نص تي ناقص 1 اوفر 2 تي سكوير بلس 1. فك التربيع راح يكون معك بهذا الشكل، ربع تي سكوير ناقص نص زائد ربع تي تربيع زائد 1 دي تي. لاحظ زائد 1 ناقص نص اللي هي نص، فصارت زي هيك تكامل من 1 ل 4 2 باي تي، ربع تي سكوير زائد نص زائد 1 على 4 تي تربيع دي تي. هون لاحظ ممكن واحد في كان ايضا قضيه تركيه تريك انك تحسب كيف تكامل هذا. اذا بتنتبه هون انه هذا عباره عن مربع لإشي، يعني هو نص تي زائد 1 على 2 تي الكل تربيع. اوكي، ممكن واحد يقول لك صعبه، لا هون التدريب انت يعني عم بدربك. هلا انتبه، لاحظ شو بتلاحظ انه هون نص تي زائد 1 2 تي، لو فك التربيع يصير ربع تي تربيع زائد 2 في الاول في الثاني اللي هي نص زائد المربع الثاني، فهي رجعت نفسها. بس شو استفدنا هون؟ انا في هون تكامل 1 4 2 باي تي، لاحظ في عندنا قاعده الجذر التربيعي لاكس تربيع اللي هي مطلق اكس، فهون بصير مطلق اكس تربيع اللي هي مطلق نص تي زائد 1 2 تي تربيع اللي هي مطلق نص تي زائد 1 2 تي دي تي. يا ريت لو كانت نفس السطر. اوكي، لا مرة ثانية، من 1 4 نص تي زائد 1 على 2 تي دائما موجب، فالمطلق بيكون موجب، فراح يكون شكله عبارة عن نص تي زائد 1 على 2 تي. دخل وزع بصير عندك تكامل 1 4 باي تي سكوير زائد باي دي تي، ولما تبسط بيطلع معك 10 باي على 3. طبعا جبت ما حكينا احنا الآن نحسب عن وحدة مساحة، نحكي عن يونت سكوير. مثال آخر هو من أحد الإكسرسايز عندكم الكتاب، راح نتناقش فيه بالجزء الثاني من الفيديو. تبع عشان بنمط تفاعلي اللي هو r تساوي 1 زائد كوساين ثيتا وثيتا بيلونجز تو 0 باي. هذا كل ما لدينا هذا اليوم، يعطيكم العافيه والى اللقاء مع فيديو جديد.